بالحق وراء أختي الفاضلة وديوان أسلم، أنا نعرف عندي متابعين الحقيقة، تخدموا في خدمة جبارة وربي يبارك فيكم بالحق. خذوا حالات هذه رأي ريسي، خلي المجتمع التونسي والعائلات التونسية يفهموا الواقع نتاعنا، لأنه إحنا عنا وضربنا على العمل أو أضربنا على العمل، ثم عائلات ما عرفوش الواقع نتاع المربي التونسي ويهمهم صغيراتهم، طبيعي طبيعي نتفاهموا، إحنا خوف الأولياء على الصغيرات، إحنا ضحينا لأنه يعني ثم تنكر حقيقي من وزارة التربية. نحن نورمال مو بالحق يصير تكريمنا، لأنه يعني 15 سنة خدمنا ب 200 دينار، اليوم عاد خلينا نطالبوا بتسوية وضعيات. احنا اليوم عندنا اتفاقية، لفهمنا الاتفاقية باش تدفع على السماء، باش ندافعوا على محل، باش نطالبوا بدفعات أرفع لأنه حجم الشغورات كبير، ولفهمنا باش يواصلوا في محضر جلسة محمد الحان السيد محمد الحامدي، باش على الأقل ندافعوا على دفعة الألف وما خسروش دفعة الألف، لأنه قانون مالي 23 لا ينص على دفعة الألف ولا يحكي على تفعيل اتفاقية 23 مائة، معناها ننتظروا في قانون المالية التكميلي. هل انه معناها تعرفوا مصيركم شنو هو معناتها؟ ماناش عارفين حتى شيء بالحق، كل شيء، والحقيقة هذا يخلق نوع من الانقسام وجانب من الانقسام بين زملائنا المعنيين بدفعة 23 وبين زملائنا اللي تهمهم دفعة اتفاقية 23 مائة 2023، وأنا متأكد أن الزملاء قاعد يوصلوا لهم الميساج. معناها اليوم وزاد نداء للجامعة العامة للتعليم الثانوي رغم من أدبيات العمل النقابي هو التواصل مع المخاطيكم ومع منظوريكم، نحن رو حب من حب. خليت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن ملف الأستاذ النواب؟ لا هي ما تخليش، لكن عقد الجلسة فنية الحقيقة مستوى التعاطي معانا على الأقل على مستوى المعلومة جدا أبعد حد، لأنه اليوم رو احنا كأستاذ النواب معنيين بنقطة من بنود اتفاقية 23 مايو 2023 يهمنا باش نعرفوا مخرجات الجلسة، لأنه الناس راهي تنتظر على حرم الجمر، راهي تنتظر 15 سنة مش بالهين، معناها عبارة أختي الفاضلة أنت عندك ولدك بكالوريا، ما تنجمش تصبر والنتائج قاعدة تخرج، ما تنجمش تصبر، فما بالك هذا مصير التعبير، نحن راهو الخوف كل الخوف أنه تتأجل تفعيل الاتفاقية سنة أخرى، وعندنا ما يقارب 14% من مجموعة الأساتذة النواب يهددهم الشبح نتاع العمر. جاوزوا 45، عندنا 14% جاوزوا 50 سنة من العمر، ما يساعدهمش عام إضافي لأنه الحلم كلياشة فعالية، عندنا زملائنا اليوم كانوا معنيين بتسوية وضعية وزارة التربية اللي دخلت عليهم لأنه الشهيدة نتاعهم ما تخضعش الأمر 3223، اليوم أما في الناس رغم تعاهد السيد الوزير اللي نحييه بالمناسبة على الأقل على مستوى التعاطي معنا، صدق. أكيد أنه وزارة التربية باش تلتزم، لكن ترجموا ذلك إلى ترجموا على الواقع. احنا ما عادش في حاجة الحديث في الوزيرة قرار صلعي، لكن احنا نؤمن بفعل، نؤمن بدولة تفعيل القانون، احنا رانا دعاء قانون ودعاء معناها الصلح، ونحن رانا ديما نأكد جزء من الحل، وعندنا رؤيات حتى تشويت وضعية الأستاذ نواف خويا باش تقول اليوم ثم مشكلة على مستوى التوازنات المالية والمالية العمومية، انا اعمل لي اتفاقيه وقول لي راني باش نفعلك بعد 27 هاك باش تخدم توا الرجال معناتها هو كنا نعرف روحي وين ماشي. خليني نعرف انا اختي راني باش نرتجل شوي واعذرني، خليني نعرفه، خليني نساهموا في ترتيب النسيج الاجتماعي، خلي واحد يبقى سؤال متحج سبحان الله، خلي واحد ما نعرفش انا من واحد يصرف من حق راهو ديروا الحق باش كذا. انا حق من حقوقكم فوالا، حق من حقوقكم. رانا بالحق اليوم رانا نعيش كمواطنين درجه خامسه، راهو اليوم بالحق راه من غير المعقول، معناها عدد الاستاذ النواب بينصل 17% من مجموع القاعده الاستاذيه، ما نعرفوا حتى شيء، راهو سامحني استاذ. كيفاش باش يعطي روندمون فوالا اذا كان هو عام كامل مش خالص والاخر عنده متخلدات من 2016؟ لا لا اختي ما وصلناش تو للمتخلد، استاذ نائب ماشي باش يخطب، ما هو الشاطر راهو تحلو السكر طبيعي، احنا راهو لا سادة نواب ما يفطروش، ما عدا فطور الصباح في الدار اللي هو فطور ما اليوم بالحق راهو حتى مش ندخلوا في مسألة علمية، حتى مجموعة الحريرات اللي تستحق الدم ووجبة صحية ما فماش، يمشي يقطع أميال وأنت تعرف الطبيعة تضاريس المناطق الداخلية وحتى تونس الكبرى وحتى المناطق الساحلية يقطع فيه كيلومترات، يوصل معناها ما هوش فاطر ما عندوش سد عليه وما عندوش 5000 شخص سندويتش، وحتى كان عندي يقول خليهم ركوبي احتمال وزاره التربيه ما تصبليش. انا اليوم يا سيد الوزير بالحق نحب اليوم رئيس الجمهوريه عمل اجتماع ويحكي على ارساء نظام تربوي جديد، نحكيو على ارساء نظام تربوي جديد لازم القاعده نتاعه تكون القاعده نتاعه تكون صلبه فوالا، خلصوا الناس قبلهم بعد احكيو على النظام الجديد. خلصونا سينو خذوا قرار، انا والله نتمنى وميساجي لرئاسة الجمهورية اللي هو على الأقل رفعها في مرحلة معينة الشعب يريد
هذونا جزء من الشعب، هذونا اساس الشعب. الشعب يريد يخلص في حقوقه فعلا. في حقوقه فقط، معناها الى المهمه الصعبه نحبوا قرار جريء. يا استاذ نواب راكم قدمتوا لتونس راهي التضحيات ما تستحقش مقابل مادي، فقط تراو ما عندناش قدره على تسويت وضعيتكم، خلينا نشوفوا خيار اخر على الاقل. اما اليوم راهي صايره محرقه نتاع جيلين، يعني كي نحكي عنا نسبه تجاوزت 50، احنا في العلوم نعرفوا اللي جيل 25 سنه من 20 اليوم عندنا جيلين، محرقه حقيقيه نتاع جيلين اليوم. محرقه حقيقيه، احنا اليوم راهو حتى صورتنا يا سيدي الوزير، راهي تهزت قدام تلمذتنا، راهو معناها فتره نتاع التواصل الاجتماعي وما ثماش اللي متخبي، راهو يدخل جروبات للساده النواب في اطار ما يسمى بالتواصل الاجتماعي. راهو يعرف ان الساده النواب مقرفين خاطر ما خلصوش، يعرف ان الساده النواب اليوم هندامهم السيء امام تلمذتهم، راهو مهم، راهو يدخل معنا في الكاركتير، راهو يا سيد الوزير كي باش نحكوا على تواصل بيداغوجي ولا تواصل مع التلميذ، راهو التلميذ في مناطق معينه وقت اللي يبدا هندامه خير من الاستاذ، راهو ثم جانب نتاع التواصل يهتز ما عادش، حتى التلميذ ما عادش يركز معاه. هو رئيس الجمهورية اليوم في موكب العلم تعرف ايش قال لكم؟ معناتها قال لا لا يمكن القبول في المستقبل مما حصل سابقا من حجب الاعداد، يا ريت معناتها اليوم يقولوا زاد لا يمكن القبول في المستقبل بما حصل من حجب لاجور الاساتذه النواب والمعلمين النواب اللي عندهم سنوات اليوم يخدموا ما خذوش الحقوق نتاعهم، ما يسالش كيما زاد الدوله من حقها تدافع على التلامذه وتدافع على المنظومه العموميه ونرسيو القانون، زاد نحقوا العداله ونعطيو للناس فلوسهم ونخلصوهم في الـ في الـ في الـ في الـ في العرق نتاعهم. اليوم التصويره اللي ذكرتها لي نتاع الاستاذ اللي تخبى تحت حيط باش صغيراته ما يشوفوش يلم في الدبابز، راهي تصويره ما تنجمش تنحى بالساهل من 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 اذهان الناس الكل اللي تسمع فينا اليوم، تصويره توجع برشا. وثم اختي صور اخرى مؤلمه اكثر وانا نعطيها لك، راهو تخرج امراه، راهو كي نقولوا امراه بالمفهوم المعنوي والمفهوم الاخلاقي، مفهوم التشريعات، مفهوم معناها حقوق المراه في تونس، راهي تعمل في ستوب، تعرف شنو معناها تعمل في ستوب؟ راهي تركب معنا قريشي، راهي تطلع في سياره من تالي، راهي تطلع في كاميون هز الرمل، راهو عادي راهو يتعدى على تلامذته ويشوفوها راه، معناها اليوم بالحق راهو احنا ماناش ناخذوا في الشهري، ناخذوا في منحه. المنحه هذه راهو مع احترام للاستاذات المباشرين على الاقل، راهي في بعض الاحيان هي ثلث اجر الاستاذ المباشر، اللي الاستاذ المباشر هما زملائنا ومن حقهم يناضلوا من اجل الترفيه في شهريتهم. معنا احنا نشوف نحيوا اي حركه نضاليه، شوفوا زملائنا المعلمين وقت حجب تعليم شهريه فتره معين نشوفوا حجم التفاعل اللي صار، احنا اللي صاير لنا 15 عام حجوب الشهريه، معناها على الاقل راهو اليوم نطالبوا على الاقل حتى كاستيفاء وراء القضيه هذه من منطلق اخلاقي، انه الناس الكل تنخرط في الدفاع على الشريحه هذه. راهو احنا ساعات موقف يحتمل عليك انك تدافع على امراه في الشارع، فما بالك هذوما مربيين. مربي رانا متخرجين ربيو في الرجال، معناتها اليوم في الدول المتقدمه اليوم الاستاذ يخلص بالقدا والمعلم يخلص بالقدا باش ينجموا يخرجوا منظومه تعليميه صحيحه ومنظومه تعليميه معناتها تعطي شهيد علميه تكون مستوى نتاعها عالي، وقتها نجموا نحكيوا على اصلاح المنظومه التربويه ونظام التعليم في تونس. ربي معاكم ان شاء الله، وان شاء الله صوتكم يكون وصل، وان شاء الله رئاسه الجمهوريه تكون سمعتكم، ان شاء الله وزير التربيه زاد يكون سمع معكم واستوعبوا جيدا الكلام اللي كنت تقول فيه والصور الاجتماعيه اللي كنت توصل فيها اليوم. نعرف كانوا زوز استاذه يظهر لي، معناتها رئيس الجمهوريه كان يقري زاد ويعرف معناتها مربي ويعرف معناتها واحد تصويره استاذ قدام الطلبه نتاعه ولا قدام التلامذه نتاعه. معناتها اليوم شكرا لك فضلك سيدنا ملك العيار المنسق الوطني لسيدنا، شكرا لك نهارك زين. 11:25 دقيقه على موجاتنا ديوان افهم، هي الموجة اللي توتيك، حوارات، نقاشات.